السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعر الحديد اليوم في الجزائر الخامس من مارس 2022 ، سعر القنطار الواحد من قضبان الحديد ، ذات القطر 8 ملم ، 12300 دينار جزائري ، ذات القطر 10 ملم ، 12200 دينار جزائري ، ذات القطر 12 ملم. 12150 دينار جزائري ، ذات القطر 14 ملم mm. ، 12650 دينار جزائري ، لا تنسوا الإشتراك بالقناة ودعمنا بلايك ليصلكم كل جديد